طيب الكلاب والقطط، القطط والكلاب يجوز اقتنائها، وبعدين احنا عندنا خلاف، القطط لا خلاف فيها، الكلاب فيها خلاف، هل الكلب نجس ام طاهر؟ مذهب سيدنا الامام مالك انه الكلب طاهر، ويعني بالتالي ما فيش مانع من التعامل معاه. الجمهور على انه اقتناء الكلاب ده اما ان يكون بغرض الحراسة او الصيد، ويعني ما فيش مانع من اقتنائها في بناء على هذا. الهواية والتسلية مش ما يعني لو خدنا مذهب سيدنا شغالة الامام يعني. مالك، لو خدنا مذهب سيدنا الامام مالك هتبقى طاهره. تمام. الرسم، لكن الحقيقه يعني الواحد لازم، يعني المسلم مش لازم يتساهل دايما، المسلم لازم يحاول بالأحوط. يحاول مش ياخذ بالاحوط، لكن يحاول انه ما يتساهلش على طول الخط. يعني الرسم، الرسم جائز لا خلاف على، لا اشكال في مساله الرسم اطلاقا. الرسم تمثيل ونحو لا، والكلام ده. المسألة اللي هو كان فيها نص وفيها حديث وفي كلام دايما بيثار حول هذا الحديث بين الحين والآخر أيضا، هو الكلام فيه عن وده كلام سيدنا الشيخ علي كنت سمعته منه، إنه التمثال الكامل اللي هو فيه محاكاة لخلق الله. يعني أنا لو رحت وقفت وبعدين جه مثال ونحات ونحت على مثالي حاجة كده قريب مثلي تماما بتمام، فكان يعني ده هو المقصود بالحديث النبوي الشريف. لكن الرسم والأشكال الفنية المختلفة هذه لا إشكال فيها. مسألة طبعا الذكاء النحت برضه ان هو هل يجوز ان هو يشوه معالم الوش بس اللي هو ما يشوهاش، هو احنا دين الجمال ولا دين عدم الجمال؟ هو ما بيديلوش ملامح، ما بيديش الوش ملامح. هو لو عمل اللي هو الجزء جزء من بتاع الجسم بطريقة جميلة وبديعة لكن ما عملش محاكاة كاملة للخلق ما فيهاش مشكلة. الزكاة، احنا لو عندنا شخص عنده مبلغ من المال اشترى عقار، شقة، بيت او ارض، واشترى هذه الارض او هذا العقار بغرض الاستثمار، يعني كان قصده الاستثمار، فهذا العقار عند بيعه سواء باعه بعد شهر، بعد سنة، بعد سنتين، بعد 5، بعد 10، عند بيعه وقبض ثمنه يخرج من الثمن 2.5% للفقراء والمساكين، وهذه هي زكاته. يبقى الزكاة تخرج فور ايه؟ قبض الثمن، فور قبض الثمن عند البيع، سواء بعد شهر، بعد سنة، بعد سنتين، الى اخره. واضح؟ تمام. وايه الفرق بينه وبين الشخص اللي اشترى بغير نية الاستثمار، اشترى بيت عشان يسكن فيه وبعدين باعه وحط الفلوس في البنك؟ الفرق ان اللي اشترى بيته بغير قصد الاستثمار او ارض او غيره لا تجب عليه الزكاة عند قبض الثمن، وإنما تجب عليه الزكاة بعد مرور سنة على قبض المال. نفس الكلام بينطبق على الذهب؟ الذهب ده مسألة أخرى. الذهب هو مش للزينة يعني، الذهب في ناس الذهب بتشتري إما أن يكون اقتناؤه بغرض الاستثمار، وإما أن يكون اقتناؤه بغير غرض الاستثمار أيا كان أيا كان. إذا كان بغرض، عفوا، إما أن يكون بغرض الاستثمار أو الادخار، وإما أن يكون بغرض الزينة. فإذا كان بغرض الاستثمار أو الادخار في هذه الحالة تجب فيه الزكاة بشروط الزكاة: بلوغ النصاب 85 درهم ذهب 21، حولان الحول يعني مرور سنة هجرية، كون المال ده فائض عن حاجته الأصلية وحاجة من يعود، فائض عن أكله وشربه وسكنه وعلاجه وهكذا، كون هذا المال خالي من الديون او لو عليه ديون ده الباقي بعد السداد. فاذا توفرت الشروط وجبت الزكاة في هذا المال او في هذا الذهب اذا كان بغرض الادخار او الاستثمار، تجب فيه الزكاة ومقدارها ربع العشر اللي هو 2.5% اخر كل عام، يوزع هذا على الفقراء والمساكين. اذا كان اقتناء الحلي عند المرأة بغرض الزينة ففي هذه الحالة لا زكاة في هذا الذهب أو في هذا الحلي. إذا كان، طب لو كان كتير، حتى لو كان كتير طالما اقتناؤه بغرض الزينة. بعض النساء تسأل تقول طب أنا بشتري اشتريته وبقتنيه بغرض الزينة لكن أنا ما بلبسهوش للظروف العامة، لعدم للخوف إنه يصرف وهكذا، لكن هو عندي بغرض الزينة أيضا لا زكاة فيه. السؤال اللي حضرتك سألته المتعلق أيضا بالزكاة: ما حكم دفع زكاة المال للأقارب؟ زكاة المال يجوز دفعها للأقارب الفقراء غير الأصول والفروع. يعني إحنا لا يجوز إن إحنا ندفع زكاة المال للأصول الأب والأم والجد والجد وهكذا، ولا يجوز للفروع الابن والبنت وأبناء الأبناء وأبناء البنات وهكذا،
لأن الأصول والفروع دول لا يجوز إعطاؤه من الزكاة. الأم لا تعمل مثلا، أعطيها من مالي، إذا كانت لا تعمل ومحتاجة فنفقتها في رقبتي. ده بغير الزكاة. نعم، فالأصول والفروع المحتاجين أنا أنفق عليهم من مالي لأني مسؤول عنهم مسؤولية تضامنية، مسؤولية نوعية. لكن الحواشي، الإخوة الأخوات، الأعمام والعمات، الأخوال والخالات والأقارب في كل الجوانب الأخرى، إذا كانوا فقراء، مساكين، غارمين، أي سبب من أسباب الزكاة الثمانية يجوز إعطاؤهم من الزكاة. السؤال التالي كان عن الأبراج. المسلم مؤمن ويعلم أن ما يصيبه من الله، وأن ما أدركه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وبالتالي التعلق بأي سبب من الأسباب أو آلية من الآليات فيها وهم أو إيهام بمعرفة الغيب، بالوقوف على ما سيحدث، كل هذا يعني المسلم لا يلتفت إليه ولا يفكر فيه ولا يتعلق به، يتعلق بالله سبحانه وتعالى وحده. مسألة بوذا، بوذا أنا سمعت قصته من أحد الرهبان البوذيين في أمريكا في زيارة الأخيرة للولايات المتحدة، في معبد من المعابد البوذية، وقالوا إنه بوذا كان أو ما يسمونه شكمون. هذا الشخص كان عنده كما يقولون نوع من أنواع الحكمة، نوع من أنواع التأمل، ولذلك هم يعني حتى الطقوس التي يمارسونها يسمونها التأمل في معابدهم، يجلسون ويتأملون هكذا. فبوذا الكلام الذي نعرفه عنه أنه ليس نبيا، وأنه كان شخص يعني حكيم من الحكماء في عصره، متأمل، لكن لم يكن نبيا، هذا ما نعرف. ما أن دلوقتي تلاقي معظم الشباب يروح يخطب البنت خطوبة رسمية ويتقدم لها والكلام ده، وبعد كده تلاقي الأم والدته دخلت مش 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 مقتنعة، فاللي هو يبقى قاعد ودخل البيت وتعامل مع أهل الناس والكلام ده، وبعد كده يقول لك لا الأم مش راضية. طب إحنا عندنا أزمة في الفهم، في الوعي في هذه القضية. الناس مش فاهمة يعني إيه خطوبة، ما هي الخطبة شرعا؟ الخطبة مجرد وعد للزواج. في هذه الفترة يحدث تفاهم، محاولة للتفاهم بين الطرفين، الخطيب والمخطوبة، وبين الأسرتين، لكي يحتبروا هل يمكن أن نواصل مع مشروع الزواج أم لا. هذه هي الخطبة. الخطبة محاولة لإيجاد آليات للتفاهم بين. عايز أقول لحضرتك على حاجة، القضية بتدور بين محورين، الأول بر الوالدين وعقوق الوالدين، والثاني حرية الإنسان في تحديد مصيره واختيار حياته وتدبير مستقبله. الموازنة والتوفيق بينهما هو الأصل وهو الأولى، إن الواحد يوازن بين رضا والديه وبين اختياراته الشخصية. لكن في الأخير وفي النهاية ينبغي على جميع الأطراف إن هي تتفهم، كل واحد يعرف دوره وحده. الشخص صاحب القرار في تحديد مصيره واختيار حياته وشريكة حياته ومستقبله وتحديده، لأنه من سيتحمل مسؤولية هذا الاختيار. الأب والأم لابد أن هم يدركوا أن دورهم نحو ابنهم في هذه المرحلة أو نحو بنتهم هو التوجيه والنصح والمشورة. التوجيه والنصح والمشورة، التوجيه والنصح والمشورة. لكن فرض الآراء الإكراه، أنا عايز أقول لحضرتك بعض المعاني المهمة، فرض الآراء، الإكراه، الابتزاز بدعوى عقوق الوالدين، إذا ما سمعتش كلامي يبقى أنت بتعقدني وأنا غضبان عليك أو غضبان عليك، هذه الثلاثة مرفوضة ولا علاقة لها بالإسلام. الأب والأم يقدم المشورة، يقدم النصح، يقدم الخبرة العملية، والابن أو البنت تفكر وتستخير أو يستخير، ثم في النهاية أو في الأخير يختار أو تختار، لأنه من سيسأل عن تصرفه ويتحمل.